ممانعه ما فيش ممانعه لا 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 اللي بقول لك غير هيك كلامه مش صح استقبلونا كل احترام شو وزني وسع الوزاره مش مشطبه يعني بدنا نرجع نداوي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بالامس في جلستكم مع الذين كانوا على راس عملهم عايد عادي مش اشكال توجهنا الى وزاره المعابك سعيد حموده من ضمن توجه الموظفين المستكفين الى واتينا الى الوزاره والحمد لله لم نرى اي مشكله او اي دخلنا الى الوزاره ووقعنا لان القرار اترى واليوم بدك تيجي على الوزاره لك 11 سنه ما جيت بعدين الوزاره لم تتم من الممان I hope that in the next few days, as the talks continue, نأمل مع استكمال المحادثات في الأيام القليلة المقبلة أن تلاقي نجاحا وأن تلتقي حركة حماس وفتح مجددا في كانون الأول ديسمبر في القاهرة برعاية مصرية للتأكد من تطبيق اتفاق القاهرة وفق الجدول المحدد. Thank you. Please leave us.